hello everyone welcome again to learn Arabic with us and welcome again to a series of reading the explanation of Quran by a Sheikh Sharawi so you know what to do let's start ونحن نقول أن إنه إنه لا خلاف بين علماء المسلمين كما حاول البعض كما حاول البعض أن يصوره بل ان كل فريق اخذ الموضوع من زاويه معينه بعضهم نظر الى زاويه المكان وبعضهم نظر الى زاويه الزمان ولم يختلف العلماء في سور القران الكريم ذاته او اياته عندما ننظر الى سوره البقره نجد انها من اوائل الصور التي نزلت بالمدينه ففيها الطابع المدني والطابع المكي الطابع المكي في سور القرآن الكريم هو التركيز علي العقيدة ذلك أن الآيات والسور المكية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام يواجه الوثانيين عبدة الأصنام والكفار الذين لا يؤمنون بدين وعددا من اهل الكتاب الذين ضعفت صلتهم بالسماء لانهم نسوا او نسوا نسوا ما قاله رسلهم فحرفوه وكان لا بد للقران ان يواجه هؤلاء جميعا ويبين لهم أنهم على باطل وأنهم يعبدون إله آلهة يعبدون آلهة لا تنفع ولا تضر بل آلهة مصنوعة من أدنى أجناس الأرض وهي الحجارة. وهي الحجارة بينما الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان وجعله خليفة غليفته أو خليفة في هذا الكون وجعله خليفة في هذا الكون Thank you everyone Please practice and see you next time مع السلامة